اهلا بيكي. انا حابه حضرتك كنت اليكس 2018، ممكن حضرتك تعرفنا بنفسك؟ اهلا بيكي، انا دكتور صلاح منصور، استشاري امراض قلب من المنصوره، رئيس قسم القلب في مستشفى المنصوره العام، مستشار امراض الاهليه. كارديو أليكس السنة دي وكل السنوات يعتبر أكبر مؤتمر قلب في الشرق الأوسط، مش في مصر بس، وشرف عظيم لمصر أن يتعمل فيها مؤتمر قلب بالكفاءة دي وبالعالمية دي. وده طبعا، والسنة دي المؤتمر عظيم ومنظم، وتشرفت بأن أنا أكون رئيس جلسة فيه، ورئيس جلسة عن الهارت فيلير، ورئيس جلسة عن الايكو انتر اكشن. والحق المؤتمر مؤتمر هايل، وخاصه الجلستين اللي تشرفت برئاسه. الجلسه اللي كانت عن الايكو في تشخيص حالات القلب، وده بيعتبر النهارده من الاساسيه لتشخيص امراض القلب بصفه عامه، وده ما يخليناش ان احنا نستغنى عن الكلينيكال، وهو وصيتي لكل الاطباء زمايلي وابنائي الاطباء الجينيور السينيورز اللي يهتموا بالكلينيكال، وقبل ما يعمل ايكو يمسك السماعه ويسمع المريض قبل ما يعمل ايكو، وياخد هيستوري كويس، ويفحص العيان فحص كامل. لان زي ما شفنا في جلسه النهارده، حالات الايكو شخصها حالات فيري رير ومش متوقعه، وان يعني بفضل الله اولا ثم بتوفيق الطبيب اللي عمل ايكو كويس طلع حاجات غريبه وبتعتبر غريبه حتى على مستوى العالم. والحق يعني المؤتمر كاردو أليكس دايما بنتشرف بحضوره من اول ما اتعمل من 2002 لحد النهارده، والحق حاجه شرف لينا كمصريين ان يبقى عندنا مؤتمر قلب بالعظمه دي وبالكفاءه دي. شكرا لك. هارت فيلير كان بي كيورد فعلا، وهو هبوط عضله القلب. دي الامراض من الامراض الشائعه والامراض الكتيره قوي، ومن الامراض المكلفه بالنسبه للتكلفه الاقتصاديه في علاج المرضى، لان المريض بيتعرض لازمات قلبيه متكرره، وبيضطر انه لازم يدخل المستشفى لمرات متكرره. وطبعا المريض هبوط القلب لو تشخص كويس وتعالج كويس بيقضي حياته كأنه واحد سليم. وحتى في حالات هبوط القلب المتكررة ممكن العيان بعد التشخيص وبعد العلاج الكويس، وخاصة ان النهاردة في أدوية حديثة. وكان لسه النهاردة أستاذ ألماني ستيفن من ألمانيا كان بيتكلم في السيشن بتاع الساعة 10:30 عن الجايد لاينز، الريسنت جايد لاينز 2018 ابديتس في بتاعه الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب ACC. والحق كل يوم في جديد لمرضى القلب، واحنا نتمنى الشفاء لكل مرضى القلب مصريين او غير مصريين، وان شاء الله كل حاجه ليها علاج. وده موضوع بسيط، ومجرد ان العيان بيلتزم بالعلاج والتزم بالنظام الغذائي والتزم بالامراض المصاحبه لهبوط القلب، زي لو عنده سكر لازم يظبط سكره، لو عنده ضغط لازم يبقى واخد ضغط علاج الضغط مظبوط. فدي من الحاجات المهمه اللي بتساعد في شفاء مريض هبوط عضله القلب، وبتساعد ان هو يقضي حياته الطبيعيه كشخص عادي. شكرا يا فندم، شكرا.